السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا هنعمل النهارده مع بعض اكله سهله جدا واقتصاديه في وقت عمايلها يعني، وفي وقت وفلوسها كمان كاعدادها. هنعمل الحمام والكداب بطريقه سهله جدا، وطريقه يعني من الاخر هتبقى لذيذه جدا وتعجب كل افراد اسرتك. هنشوف هنعمل مع بعض الحمام ازاي. جبنا حله على النار وحطينا فيها قطعه زبده، براحتك تحطي المادة الدهنية براحتك، يعني دي زبدة فرن انا بحب استخدمها. لو تحبي اي زبدة تستخدمي سمنة، تستخدمي زيت وزبدة، زيت وسمنة، سمنة بس براحتك خالص. في ناس بتحط دهون وحاجات من ديت اللي هي ليا وحاجات. ودي حوالي بصلتين حجمهم كويس كده، فرمتهم وبعدين دعكتهم كده جامد بملح وفلفل ونزلت بيهم بشوحهم لحد ما اللون يعني ايه مش يستووا، يعني لون البصل كده بيبقى شارب اللي هو المادة الدهنية وريحته تطلع معايا كده. بشوح فيه شوية على النار حوالي يعني دقيقة، من دقيقة لدقيقتين بفضل اشوح فيه. طبعا يا جماعة الاكلة دي مش هتاخد منك وقت، ويعني نوع من التغيير ولادك هيحبوها جدا. يعني كنوع هو الحمام الكداب ده عبارة عن وراك مخلية، احنا جبناها قبل كده وتبلتها التتبيلة الخفيفة، تقدروا ترجعوا للفيديو بتاعها. وكنت شايلها في التلاجة، بتاع الفراخ بيخليها لك او انت بتخليها، بتشيل العظم منها وبتسيبيها بس على اللحم وقطعة الجلد اللي فوق. طبعا ما بتاخدش معاكي اي وقت خالص في الشغل ولا مجهود. دي البصلة بتاعتنا اهي، بعد ما شوحتها ممكن في التكة دي قبل البصل انا ممكن اضيف لو عندي الكبد او حاجة زي كده كنت شايلها في التلاجة بضيفها قبل البصل بعد الزبدة على طول تاخد لون، وبعدين انزل بصل واشوحهم مع بعض. وبعد كده انا عندي فلفل الاخضر، انا بحب اضيف الفلفل الاخضر. ليه بقى؟ الفلفل الاخضر بيديني قيمة غذائية للاكل وبيديني ريحة حلوة قوي، بيدينا ريحة وطعم حلو للأكل. وده الفريك عندي مغسول ونقعته شوية حوالي ساعة وصفيته، بنزل بيتشوح مع البصل أشوح فيه شوية كده على نار، يعني النار بتكون عالية أو متوسطة، يعني مش مايلة للعالية شوية، معلش عشان كنت بصور بإيدي وكده وماسكة الكاميرا بإيد وبقلب بالإيد التانية، في يعني إيدي جات على الكاميرا معذرة. وبعدين لما احس ان هو يعني شرب من المادة الدهنية والبصل كده في التقليب، بعد كده بنزل عليه بالتوابل، ملح اللي هي سنة من جوزة الطيب، بحب انا احطها في اي حاجة فيها لحوم، قرفة، كزبرة، فلفل اسمر، وبرش يعني بقلبهم كده مع بعض. التوابل تاخد ريحة كل حاجة موجودة في الوصفة بتاعتي. وبعد كده بعد ما التوابل تاخد ريحه برضو، ده خدت معايا هي حوالي دقيقه. بعد كده بروح جايبه الخلاط معايا وعامله فيه حوالي مثلا حبيتين الى 3 قوطه، واحط معاهم ايه حوالي 4 روس توم او 5 روس، وانزل بالقوطه كده عليهم برضو بقلبهم تقليبه حلوه، وازودهم شويه ايه ميه بعد كده. زي ما انتوا شايفين الفريك بتشرب معايا الميه. طبعا الفريك ده كان منقوع حوالي ساعه، يعني هو فيه اوريدي ميه، فانا زي ما انتوا شايفين الفريك بتاعي باين من الطماطم اللي انا حاطاه، بنزل بس بشويه ميه عليه صغيرين كده، لسه الفريك باين معايا، لان لو انت زودت الميه هيعجن معاكي ولسه الفريك بعد كده هيستوي مع الحمام وكده، فلازم الحاجات دي بتبقى نص سوا. بغطي عليها بعد كده واسيبها تتشرب شويه، وبعدين اوطي النار. ده الحمام اهو، كنت انا مفرزاه في التلاجة مع الوصفات اللي انا عملتها قبل كده في فيديو، في تتبيلة خفيفة كده من البصل والفلفل والحاجات دي، بطلعه احشيه بالخلطة اهي. الخلطة طبعا كانت سخنة، وكل ما اجي امسكها في ايدي فبتفتحي كده الكفر اللي هو الغطا اللي فوق، وتحطي فيها ايه الرز وتزقيها بايدك كده بطريقه سهله خالص ومش محتاجه خله ولا تربطي. ودي يا جماعه السحر بقى في المطبخ، الاكياس الحراريه دي تحفه تحفه، يعني بتطلع لك الحاجه مشويه يعني لون الشوي في الاخر زي الحاتي بالظبط. انا جربت فيها الفراخ قبل كده برضو المحشيه بالفريك، كانت تحفه جدا، وبجرب فيها الفراخ المشويه يعني روعه. الاكياس دي ال5 اكياس الحجم اللي هو الصغير ده ب5 جنيه، وفي 3 بيبقوا ب5 جنيه بس الحجم اللي هو اللارج. زي ما انتوا شايفين حشيت كل يعني الحمام بالطريقه دي اللي هي الفراخ يعني الوراك اهي، زي ما انتوا شايفين كده
طبعا هكمل كله بنفس الطريقة دي اهي، افضل احطها على جنب على الصينية كده. طبعا كانت الحاجات سخنة قوي اهي، بعدين هجيب الاكياس. الاكياس دي يا جماعة حلوة قوي، هاتوها وجربوها فعلا عن تجربة جميلة جدا، بتطلع لك المشويات مستوية وزبد زي الزبدة كده بالظبط، تاخدش منك وقت، بتاخدش منك مجهود، انا ما بحتاجش اي حاجة اكتر من الصينية اللي انا حطيت فيها الحاجات دي، وبعدين تحطيها في الفرن كده وتنسيها. يعني انت مجرد ما بتحطي الحاجات دي بتطلع لك نفس لون المشويات اللي انت بتجيبيها من بره بالظبط، ونقول هي واخده اللون ده ازاي. دي باسهل طريقه تقدري تعملي فيها الفراخ المشويه، تقدري تعملي فيها حاجات كتير جدا زي ما انتوا شايفين بقى في الكيس كده، قفله عاديه يعني من الجنب كده وخلاص. وبعد كده بجيب سكينه وبخرم الكيس كده عشان ما ينتفخش او كده وهو في الفرن، ولا قدر الله يعني الكيس يفرقع او حاجه زي كده. وبعد كده بنزل عليها بحوالي قولي كده نص كوباية مية مغلية، ما كتريش المية، لان احنا معروف طبعا ان الفراخ والحاجات دي هتلاقيها منزلة الصوص بتاعها او الحاجات اللي بتبقى فيها. وطبعا ادخلها على فرن اهو، رجعت قفلتها تاني من الجنب قفلة عادية خالص، يعني حابة تربطيها براحتك، انا مربطتهاش ولا حاجة. بعد كده استغليت الوقت وقلت اعمل مخلل الخيار، عما هي تطلع هعمله باسهل طريقة. جبت الخيار كده غسلته وقطعته على البلانشة كده، وبعدين حطيته في طبق وحطيت معاه فلفل احمر حامي وفي الهون العادي كده، دقيت حوالي شوية ثوم على كمون على ملح، قلبتهم فيه مع شوية سكر. ده المخلل الخيار السريع، بيطلع معاكي باسرع وقت، ومعاهم شوية السكر دول زي ما قلنا، وانزل عليهم بشوية خل، قلبهم تقليبة كده. حاجة كده تاكليها، وبعدين ما بيدوبش خالص الخيار ده، ما بيدوب مهما تسيبيه ما بيدوبش، بنزل عليه بالمية بتغلي. يعني ما تعملي الوصفة دي وانت في بداية ما تيجي تعملي الاكل بتاعك، واما تيجي تاكلي هتلاقي الخيار ده اصفر وبقى حلو معاكي وطعمه حلو. وده شكل الفراخ معايا بعد ما خرج من الفرن، ده اللون بتاعها اهي، وشايفين الصوص اللي نزل منها عامل ازاي. طبعا لان انا فاتحه الكيس، مخرمات تخريمه دي بتدي مساحه ان الحاجات اللي فيها تنزل، ويبقى الكيس من جوه مفيش فيه اي ميه، زي ما انتوا شايفين معايا اخدت اللون. طبعا انا هي طبعا بتبقى واخده اللون من غير ما تفتحي الشوايه على صهد الحراره، يعني من الفرن من تحت، لكن انا ببقى افتحه شويه في الاخر، يعني فتحت الشوايه عليها في الاخر وهي مكانها في الكيس. وزي ما انتوا شايفين بفتح الكيس اهو، الفراخ بتبقى مستويه جدا، دايبه في الحاجه اللي انتوا اهي، دايبه في الحاجه اللي انتوا عاملينها فيها. طبعا ممكن نستبدل الفريك اللي ما بحبوش بمثلا رز بسمتي، رز عادي، اي حاجه انت حابه تحشي بيها الفريك، لو حابه تحشي تحطي فيها خضار وحاجات من دي مفيش مشكله، دي بتاعتك انت، ابدعي فيها زي ما بتحبي. طبعا اللي بحبش اي حاجه من دي يقدر يستغنى عنها. اهي الفراخ اهي مستويه، الوصفه دي اخدت معايا في الفرن ممكن نقول ساعه. هتعجبكم قوي لو جربتوها، ويعني اكله حلوه جدا. وانا ببقى يوم الحمام ده انا ما عملتش جنبيه ورز، استكفيت بالفريك، انا حشيت بشويه والباقيين غرفتهم في اطباق كلوهم كده، وعملت جنبيها بقى الطحينه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض برضو في القناه. كل شغل بيتي، كلها حاجات من البيت، والسلطه اللي هي بتاعت الحاتي دي اللي هي بتبقى فيها خل وليمون وسكر وفلفل حامي وطماطم وخيار وشبت وتوم وحاجات من دي، بيبقى طعمها حلو قوي. وده الخيار اللي عملناه كان مستوي حلو قوي، وده شكل الاكله في النهايه. السلطه دي يا جماعه اللي بتيجي مع المشويات من عند الحاتي اللي بيبقى فيها، بتبقى فيها تلج وحاجات من دي، بتبقى ساقعه وكده، وفيها البصل، ودي الطحينه اللي يحب يعملها يرجع لفيديو الطحينه. اكله لذيذه وخفيفه ومش مكلفه،
ان عجبكم الفيديو ده، ادم ابني بيشاور لكم ان عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامة.